لا تخجل من أشياء تخصك، وظيفتك، لهجتك، عمرك، اختياراتك. تباهى بنفسك وإن كنت مختلف، تباهى من الداخل، لا أحد سيصنع لك الحب كما تصنعه لنفسك أنت. لا شيء يمنعك أن تكون طموحا في حياتك. إن تعثرت اليوم فانهض غدا، وتذكر أن الهزيمة النفسية داخلك أخطر من الظروف الصعبة حولك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. طبعا بعد غياب وبعد أجازات وبعد امتحانات وسفر كل حاجة، وحشتونا جدا جدا جدا، ورجعنا لكم من جديد بنتواصل معاكم مع حلقة جديدة متميزة النهاردة معانا في بيت المصريين. أولا اسمحوا لي إن احنا نقدم التهاني لأجمل عروسين، أحمد شعبان بدوي بزفاف السعيد، على عروستي، على العروس ريهام عاطف، وأيضا حامد محمود، وعروسه تبقى فرحة ممدوح. وأيضا بنقدم التهاني للأستاذ الدكتور أحمد محمد حافظ، أستاذ الباطنة في مستشفى طنطا الجامعي، على افتتاح عيادته في مدينة كفر الشيخ. النهاردة معانا حلقة متميزة ومعانا ضيوف، في حاجات كلنا بنحبها، ومين فينا ما بينزلش يتسوق إلا ويجيب معاه مفروشات وأنتيكات والألوانات والحاجات الحلوة اللي فيها بهجة وروح حلوة بتبقى في المكان حوالينا. اسمحوا لي نرحب بيهم. معانا الشيف نهاد بيه، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا. معانا المهندس محمد نمنم، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. ومعانا الاستاذه ياسمين قشطه، صاحبه محل سنتر انتيكات ومفروشات هاوس، اهلا وسهلا بيكم، نورتونا وشرفتونا في بيت المصريين. نبدا طبعا مع الشيف عشان نسيبها تعمل لنا الاكلات اللي جايبها لنا النهارده ونشوف الحاجات الحلوه اللي هي هتقدمها لنا ان شاء الله. نقول امتى بداتي تحبي الاكل؟ في ناس بتحبه وفي ناس بتعشقه. هو اولا انا بحب المطبخ، يعني دي حاجه مفروغ منها. ثانيا انا بدات الشغل بتاعي دوت، بدأته في الأول زي كنت قاعدة أنا وبنتي بنتكلم، فبدأناها زي تهريج كده مع بعض. عايزين نشتغل، أنا عايزة أشتغل كلام من ده. قالت لي تعالي اعملي، كنت وقتها بعمل مخبوزات. تمام. فقالت لي طب ما تعملي كذا. قلت لها إزاي يعني الناس هتسيب المحلات وتيجي تاخد مني؟ ايه اللي حببك فيه؟ انا بحب المطبخ من صغري. كلنا مجبرين طبعا على شغل المطبخ، احنا عارفين الكلام ده، بس اللي بيعشقه بقى وبيحبه بس بحب في هوايه ان انا احب واحب اعمل الاكلات الجديده. تاني حاجه بدات عملت البيدج بتاعي على الفيسبوك، ارميش بلدي واكل بيتي، بتنوعي. فجيت لما عملته، بعد ما عملته تقريبا فضل سنه ما انزلش عليه غير اول مخبوزات عملتها فيها، لحد ما جه خطوبة ابني وعزمت اهلي خطيبته، وعملت السفرة والوليمة اللي عملتها بنفس بقى. عملتها، طلعت ابداعاتي كلها وتبدعي بقى. فكلهم طبعا كانوا يعني الحمد لله، لله الحمد، مبهورين، عجبهم الاكل. شجعوني. غير كده ان ابني بدا يشتغل على البيدج، ينزل لي كل، يصور لي كل حاجه بعملها ويعمل لي اعلانات. فمشيت الحكايه، فمشيت بقى. بدات بقى تمشي من هنا لهنا لغايه ما ايه، ما وصلت لحد هنا كده. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك يا حبيبتي. هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم تكه الدجاج الهندي، اكله هنديه. أيوة. مميزه طبعا، معروف ان الاكلات الهندية مشهوره بال ان هي بتبقى سبايسي،
وكمان بتبقى مشهوره بالتوابل بتاعتها. طبعا التوابل الهنديه. هي التوابل الهنديه. فهنسمي اللي وهنبتدي نشوف وصفتنا وهنتكلم عنها واحنا بنعملها. اني طبعا دي بتبقى من دبابيس الفراخ، معايا بهاراتها طبعا، الملح، بهارات التكه. الدبابيس الفراخ على الطريقه دبابيس الهندية. الفراخ طبعا ايه، ببقى خليها من الجلد زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا معروف ان الاكلات الهنديه ما بتبقاش دسمه. تمام. بستخدم الزبادي طبعا، بستخدم الفلفل الاسمر. يا ريت تنزلوا لنا المقادير يا جماعه على الشاشه. الجنزبيل، وطبعا الشيء اساسي للفراخ طبعا بنغسلها بالليمون والجنزبيل عشان تمنع اي زفاره خالص، بنعمل لها المحلول بتاعها في الملح، الجنزبيل، الليمون. الجنزبيل يا جماعه طب يعني رهيب في شيل الزفاره من الفراخ. تمام. والليمون، و معانا الليمون طبعا في بيتحط مع البهارات، مع البهارات جميل وبيدي طعم جميل. ف بهاراتنا النهارده للتكه، زبادي، ملح، جنزبيل، بهارات التكه، بابريكا، ثوم. ده بهارات وليمون. ودي بهارات بتستخدميها في كل معظم اكلات في الاكلات الهنديه. وطبعا كل اكله لها بهارات معينه. تمام. في حاجات بنستخدمها عامة في كل الأكل؟ في كل الأكل طبعا معروف معينة، يعني الرئيسي لازم في أي أكلة ما نستغناش عنها، الفلفل الأسمر، الكمون. أيوة. الملح. ده طبعا رئيسي في الوجبات كلها يعني. تمام. هتقدمي لنا إيه تاني؟ هتقدمي لنا إيه تاني؟ هعمل لكم إن شاء الله، وطبعا جنبيه رز بسمتي مبهر. تمام. وهقدم لكم إن شاء الله الحلو تشيز كيك. تمام يا شيخ. تمام. ماشي، اتفضلي كده ورينا بقى الهمه. خلاص ده احنا جوعنا قبل ما تعملي اي ان حاجه. ان شاء الله الجماعه جايين يعني وهنتبسط النهارده باذن الله. محدش اكل من الصبح منتظرين باذن الله، هنتبسط كلنا ان شاء الله. ماشي. الاستاذه ياسمين، اهلا وسهلا بيكي. عرفينا اكتر بقى، قولي لنا ازاي بتستلمي الشغل وازاي بتسلميه؟ اولا شغلك عباره عن ايه؟ يعني المفروشات بس، ولا بتجيبيها، ولا بتروحي تفرشي، ولا ايه يعني شغلك، طبيعه شغلك ايه؟ انا عندي سنتر ادوات منزليه، سنتر ست هاوس لادوات منزليه. تمام. وغير كده عندي قناه على اليوتيوب، فرش منزل الزوجيه بلمسه ابداعيه مع ام عبوده. من امتى بداتي الموضوع ده؟ لا، حته القناه لسه بادئها من قريب، يعني تقريبا من 4 شهور. مش من بعيد. السنتر والموضوع لا السنتر لا الادوات المنزليه معايا تقريبا من 13 سنه او من 14 سنه بالنسبه للتعامل مع الادوات المنزليه واي حاجه تخص العروسه. معايا انا تقريبا من 14 سنه بالظبط. يعني عندك خبره كافيه دلوقتي. الحمد لله. تمام. الحمد لكن لله. موضوع فرش الفرش العرايس ده جديد. الفرش بدات فيه بقى لي 3 سنين او 4 سنين. بدات اللي هو مثلا افرش مثلا العروسه واخده من عندي، افرش لواحده صاحبتي، افرش لحد عزيز عليا. بدات كده. وبعد كده يعني بدات برضو اطورها شويه بشويه، لما بدات ادوات منزليه يعني نيش ومطبخ، وبعد كده دخلت على المفروشات. حاليا بستلم الشقه على الكراتين. يعني بستلمها، انت بتروحي بتحطي الكراتين في الشقه وتمشي، انا بستلمها كده وبسلمها لك على دخله العريس والعروسه. تمام. لما تروحي بتسلمي الشقه بيبقى حد معاكي، ولا معاكي يعني مجموعه، ولا لوحدك؟ بالنسبه لشغلي بيكون معاكي الناس اللي موجودين صحاب المكان؟ لا، بالنسبه لشغلي انا بروح لحالي. حد بيساعدك يعني؟ لا، بروح لحالي. تمام. بروح تمام. لوحدي، بس طبعا بيبقى معايا ناس من اصحاب الشقه نفسهم. في قبول في الموضوع ده، ان احنا دلوقتي بنفرش شقق العرايس بحد مخصوص طبعا الاول والمتعارف عليه، لازم اهل العروسه يروحوا يفرشوا قبلها ويفتحوا بقى والدنيا تبقى يقول لك هي كده الفرحه كده. في ناس ما زالت متمسكه بالموضوع ده. بصي يعني هقول لك مثلا خليها بنسبه 30% يعني اللي ما يعرفش. في ناس بترفض اساسا انها ما تجيب هي حد. لا، هي مش حته رفض. على قد ما هي ممكن تكون ما عندهاش خلفيه ان في حد ممكن يعمل حاجه زي كده. فهماني؟ بدليل ان مثلا ان انت مثلا لما بتيجي تقول لحد ده في احنا بنفرش شقق عرايس، يعني ايه فرش شقق عرايس؟ لسه اقول لها ما مثلا عرفتش. مش عارفه. اقول لها مثلا بصي انا بستلم منك الشقه على الكراتين
خلاص بسلمها لك على دخله العروس والعروس. تقول لي يعني انا ماليش دعوه باي حاجه خاصه. لا خالص، انت على يعني ما عندي مالكيش اي علاقه باي حاجه غير ان انت بس يعني ايه بتنظفي لي مش اكتر ولا اقل. في ناس كتير ارتاحت الموضوع ده طبعا، جدا كتير. جدا وفي ناس متمسكه وتقول لك لا احنا نفرش بنفسنا. بتقابلك دي بقى النوعيات دي؟ بتقابلني قوي قوي، بس يعني مثلا ايه هي بتبقى شوفي يعني 50% و50%، فاهماني؟ يعني تقول لك لا مش عايزين حد غريب يدخل، يعني تمام. ما ينفعش ان حد غريب يشوف حاجتنا، وفي نفس الوقت طب بصي تعالي بس ما هم بيخافوا من العين والحسد. أيوة. ولا في حاجه ولا لا هي دخلش حد غريب بقى هي معتقدات على حاجتنا. معتقدات بس مع العلم ان مع تكرار، يعني مثلا انا بنتي الكبيره مثلا، لا انا يعني لو انا ام وعندي بنت كبيره مثلا اتجوزت خلاص، باجي مثلا ابص الاقي دي بتكسر حاجه ودي بتبهدل حاجه ودي بتفتح طبعا. حاجه وتسيبها ودي حط حاجه وشكلها مش حلو. وعاوزين ينجزوا برضه في أيوة. وقت معين يعني تخيلي مثلا لازم يخلصوا. انا بستلم الشقه مثلا بقعد فيها، لو هي سفر بعيد بقعد فيها يوم واحد، لو هي قريبه مني شويه بقعد فيها يومين. يعني خلاص. بتروحي مسافات ممكن؟ طبعا انا في بسافر أي محافظات مكان عادي جدا عادي. ايوه طبعا. يعني ناس بتطلبك بتتصل بيك؟ أيوة عادي أيوة. ممكن تروحي كل التواصل اي معايا بيتم عن طريق يا اما الواتساب على الرقم اللي انا عطيه لحضرتك، يا اما الفيسبوك. تمام. بيتواصلوا معايا. فتخيلي انت شغل بتعمليه مثلا، خلينا نتكلم في يومين، بتعمليه في يومين هما بيروحوا يعملوه في 4 ساعات. تخيلي كميه بقى الكركبه والتكسير والهيصه اللي طبعًا بتبقى حواليكي. لا في حين ان انت مثلا ممكن تحافظي على حاجه بنتك، اصلا انا قاعده مثلا 2 3 4 بلم لبنتي حاجات كتير، وطبعا اي ام في الدنيا بتجيب لبنتها اقيم شيء طبعا. فطبيعي ان انا مثلا ما عنديش خلفيه استخدم الحاجه دي ازاي، ما عنديش خلفيه افتح الكرتونه دي ازاي، ما عنديش خلفيه اتعامل مع الطقم ده ازاي او احطه ازاي، ممكن يتكسر مني بكل سهوله. تمام. فاهماني؟ فانا طبعا بوفر عليهم كل ده والحمد لله بيستلموا الشقه على اكمل وجه. باشمهندس محمد، تكمله بقى المفروشات والحاجات اكيد احنا الحلوه بنكمل دي. بعض يعني ما حدش يستغنى عنها في كل بيت، الستاير. كلمنا حضرتك عن الشركه او المصنع، وهل حضرتك لوحدك ولا في شركاء معاك؟ انا الحمد لله معانا 3 محلات، محلات فينو للستاير يعني. تمام. ومعايا الشركة في اماكن معينه يعني، في محافظات في معينة محافظه الشرقيه، 3 في محافظه الشرقيه، الثلاثة في محافظه وفي مكان واحد، في ابو كبير وفي ولاد صقر وفي كفر صقر. تمام. طيب حضرتك بتصنع الستاير ولا بتشتريها؟ والله ده بيبقى على حسب رغبه العميل يعني. احنا حضرتك بتيجي بناخد المقاسات وبنبدا نتفق بقى سوا، ممكن نجيب الخامات حضرتك تجيبيها، احسب لك تجيبي القماش، وبنبدا ان احنا نتعامل. لا يعني حضرتك في مكان للتصنيع؟ طبعا بتصنعوا فيه خاص بيكم. بنجيب القماش ونفصل الحاجه ونسلم حضرتك الحاجه على على الحيط. لا ده يعني كده تقنع الزبون بقى لازم يصنع عندك. لا ازاي تجيبه من بره وانت عندك المصنع موجود؟ موجود كل حاجه الحمد لله. تمام. طيب هل ممكن انك تعمل كل المنتجات الموجوده في السوق؟ الحمد لله كل تصنع كل حاجه في المصنع يعني. كل الانواع موجوده عندنا الحمد لله، من اول الستائر الشيفونات لحد البرائع والشغل الراوتر، شغل القمه اليدوي هاند ميد كله. وفي طيب الحاجات اللي هي الرول، حاجات الامريكا اللي هي بالحبل دي. وفي ايه الجديد حاليا في الستائر؟ والله بيبقى حسب الفرش اللي عند العميل، في حاجات مودرن وفي حاجات ستيل، في حاجات كلاسيك، زي ما حسب الفرش يعني. في جديد وفي تطوير يعني. الجديد بقى عندنا ان هو احنا بنتميز بان احنا نعمل لك الشغل نفس الفرش. تمام. يعني بناخد من روح الفرش نفسه ونعمل لك شغل الستائر فوق. نختار ونسيب العميل بيختار من طبعا بنحاول ان احنا نوصل لاحسن حاجه مع ذوق العميل، بنحاول ان احنا نوصل مع بعض لاحسن حاجه. طيب. ازاي بنختار الستاره المناسبه للمكان؟ والله احنا في ناس بتدخل فاهمه اكيد تقول لك عايزه كذا وعايزه كذا وتختار والوان، دول لحد ما بيريحونا بقى في الشغل لما حضرتك تبقى فاهمه الحاجه كذا خلاص انت خلاص كده يبقى تمام يعني. لو في حاجه مثلا حضرتك مختاراها وفي تعديل ممكن اقول لحضرتك عليه. يعني مثلا في هنا صالون عايزين نعمل له حته قيمه مثلا، حضرتك عايزاها حاجه بسيطه شويه. تمام. على حسب الشغل بنتفق ونعمل. تمام. طيب لو انا يعني مش ما عنديش خبره او ما عنديش حاجه في الالوان، حضرتك بتختار بتفضل بتختار له نفس اللي موجود وباقل يعني؟ في خامات معينه مثلا بتشتغل بيها وخامات اخرى والله لا ترفضها؟ برضه يعني في كل الخامات متاحه، بس اكتر خامه اليومين دول شغاله لطيفه
بانواعها، في كذا نوع عطيفه وبرده موجودين عندنا الحمد لله. يعني ممكن حد يختار خامه حضرتك تقنعه لا الخامه دي مثلا في خامات معينه ما بشتغلش فيها، تشتغلش فيها بالفعل ولا مضطر ان انت تشتغل اللي يختار اي خامه؟ لا لا هو هيجيب، لو العميل عايز حاجه معينه يجيبها براحته. لان بعد براحته. كده طب ليه ما تقنعه بالحاجه الافضل؟ ما انا بقى حضرتك بتقول هو لازم يجي. فحضرتك مقتنع بحاجه بقول الامكانيات مثلا اقل ضعيفه. طبعا في مستويات كتير في الشغل، وفي خامات حلوه وبتنفع في شغل بيبقى سعرها هادي شويه. تمام. الاستاذه ياسمين، ايه الفرق بين المدينه والقريه في شغلك حاليا والفرشه او من مكان لاخر؟ بالنسبه تقصدي الاعداد حضرتك، ان انت بتروحي مثلا تفرشي بتقابلي ايه؟ بالنسبه ايه الفرق بين بتوع المدينه اهل العروسه مثلا او اهل العريس والناس المتفقه معاكي عموما، ايه العادات والتقاليد اللي بتشوفيها؟ في رفض، في قبول، في كده يعني؟ بص اقول لحضرتك اكيد بيختلفوا، لان هي عادات وتقاليد البيئه نفسها المحاطه انا مش بختلط بيهم كاشخاص، انا بتعامل كأدوات أو موجود أو مكونات للشقة. لا ممكن فده اللي بلاقيه. افرشي دول بس، دول ما تجيش عندهم. لا فعلا فعلا بيحصل بيحصل معايا مواقف زي كده كتير. ايوه بس بتيجي بقى مثلا واحدة تكون فيهم يعني تستوعب اللي أنا بقوله، يا جماعة أنا جاية علشان أظهر حاجة العروسة. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان تمام إن أنا ما أخليش حاجة العروسة متدارية خالص. ليه؟ لان احنا مثلا خلينا في الارياف، احنا طبيعه الارياف بنحب ندخل نفتح الدواليب ونتفرج، طبعا ده بتبقى بص حاجه يعني انتهاك للخصوصيه جدا، انتهاك جدا للخصوصيه. دي الاوضه دي مقفوله ليه؟ لا لا نفتحها، فمشيش الا لما تتفتح طبعا خالص مستحيل. فعلشان كده دايما هم بيرجحوا لا انا معلش يعني انا عاوزاكي تبيني لي حاجه بنتي. تمام. نادر قوي لو لقيت حد يقول لي لا سيبها في الكراتين. ده بتحصل معايا لما تكون مثلا عروسه مسافره، لما تكون العروسه مش هتقعد في شقتها كتير. تمام. فهماني؟ فبطلع لها حاجات معينه، يعني مثلا ايه بجيب افضل الموجود، هو يعني ايه بجيب حلو الحلو فهماني. بجيب لها المستخلص كده بتاع شقتها وافرده لها برده بطريقه كويسه يبان، وفي نفس الوقت تستخدمه، واسيب لها بقيه الحاجه برده عشان ما تتبهدلش. تمام. الشغل دلوقتي اهو ما شاء الله هيظهر على الشاشه، شغل جميل بسم الله ما شاء الله. ايوه دي بعض منها، ده شغل ستان، ده شغل بالخيش. تمام. ده كلها دي حروف. دي كلها اطواق على البيبان بتاع الشقه من جوه. الارقام بتاعت الاستاذه ياسمين برضو على الشاشه لاي حد يحب يتواصل معاها. دي كانت شقه عروسه برضو. احنا شايفين كده اسمها. انت عامله الاسماء دي عندك. تمام مخصوص. الحروف الحاجات دي كلها، انما دي شغل المفروشات. تمام. سواء الفوط، سواء الملايات، سواء الكوفرتيات. الجديد دواليب مفتوحه عند شغلك؟ لا الجديد ان دايما كنا زمان بنحط مثلا ايه، نعمل فوط مثلا، دباديب، قطط، أيوة. كلام من ده. لا الوقت احنا يعني انا بشتغل بشغل الخيش. الخيش ده بيبقى كويس جدا معاكي في الحاجه. بتلاقيه سيمبل وبسيط وفي نفس يعني. الوقت وفي نفس الوقت بيدي رقي يعني فهماني. وبعتمد اكتر على الفوطه نفسها، يعني لو الفوطه نفسها فيها شغل بحاول ان اظهره على قدر الامكان. شغل اللولي بستخدمه. تمام. برضو على الملايات، على اساس. تمام. برضو اللي هو حته المثلثات والكلام ده برضو لازم ان انا الواحد بيغير شويه بشويه. ده شغل على السراير برضو عامله لها بالورد المجفف. وده الكوفرتا، كنا احنا داخلين فصل الشتاء فحطت لها يعني في حاجات بتضيفيها. طبعا طبعا. سواء يعني مثلا هي جايبه مثلا ولا بال يعني مثلا الانتيكات الصغيره. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اظهر شغل اكتر، يعني الحاجه يعني موجوده. يعني مثلا ده ستان عليه جوبير. تمام. خلاص في حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه خيش عليه جوبير. دي مفارش هي اصلا فيها شغل، انا هشتغل فيها ايه؟ فبظهر شغلها هي، شغل المفرش نفسه. ده بالنسبه برضو. دي ورود مجففه. البنات دلوقتي طبعا عادوا بيميلوا للمفارش التركي على السراير. اللي هي الصوفت الهاديه دي. فبعمل لها انا شغل بالورد المجفف. دي برضو عروسه كنت عاملاها على باب الاوضه الكبيره، ده على باب الاوضه اوضه على باب الشقه نفسه. والغزاله نفس. ايوه كل ده شغل. تمام. اركت ما شاء الله برضو بجنب حلو قوي، وبزينه بقى بالورد الفوم. ده شغل خص الحنه برضو عليه الورد الفوم. ده الكريستالات اللي تحت دي كده، وده خيش
برضو الخيش الايام دي حلو قوي قوي في الاستخدام ايا كان، بيبقى جميل. اما بقى بالنسبه للنيش، فبحب استخدم له اللي هو الورد المجفف، سوري الورد الفوم. الورد الفوم ده بنحط اشكال مثلا او ده الشكل ده على النيش من بره؟ لا مش على النيش من بره، الورده نفسها بحطها جوه النيش. يعني مثلا كان ورد بالفوم كان الاول بيحط مثلا اللولي، الخرز، الورد المجفف، الحاجات دي مع مرور الوقت بتبوظ. لا وبتدي بقى الوان كتير كده ملهاش لازمه في النيش. تمام، فاهماني؟ الموضه في الالوان ايه السنه دي؟ بصي كل ما كانت احنا بنرجع لابسط ما يكون. يعني دلوقتي تيجي تبصي تلاقي العذار كله ابيض فابيض، ما تلاقيش فيه الوان خالص. فبالتالي انت بتحاولي انك تظهري بقى الدنيا دي، تظهريها باي حاجه. تمام. وفي نفس الوقت بتضيفي حاجات بتتماشى مع اللي قدامك. يعني مثلا لو العفش، لو العزال مثلا كلاسيك لازم اعمل حاجه تمشي معاه. لو العفش ستيل، لو العفش مودرن، فلازم كل حاجه تتماشى مع الحاجه اللي انا بعملها، على اساس ما تبقاش في الاخر برضو يعني هم برضو يعني جايبين ومكلفين، فهماني؟ فما جيش انا بشغل ابوظ لهم الدنيا. يعني مثلا عروسه مش عايزه شغل كتير، ما بحط لهاش شغل كتير. تمام. في ناس بتفضل ان هي ما تطلعش كل الادوات المنزليه دلوقتي من الكراتين، يعني الناس تحسي غير برضو الاول دلوقتي. لا بصي انا كل مكان قريه مدينه بيقول لك لا ما بلاش شغل ان احنا نظهر مثلا طقم الحلل ده فوق النيش، فوق الدولاب، فوق المطبخ. يعني كان كلنا كده في الاول. انا عموما دلوقتي خلاص الناس ضد فكره ان انا احط حاجه ولا فوق الدولاب ولا فوق المطبخ خالص. يعني ما بلجأ لهاش ولا فوق النيش. انا ما بلجأ لهاش الا بصي يعني في الضروره القصوى القصوى القصوى. تمام خالص. بس انا بعمل ايه بقى؟ انا مثلا بفرد لها حاجتها كلها. تمام. بصي يا استاذه صفاء، البنت اول ما بتدخل بتحب تشوف حاجتها، بتحب تشوف هي جايبه ايه اصلا، لان وارد في بنات بيبقوا صغيرين مش عارفين اصلا والدتهم ووالدهم جايبين لهم ايه، فعايزين يفرحوا بالحاجه. الروايح بدات دلوقتي جوعتيني. ماشي. فبداوا يعني العروسه بتبقى عايزه تشوف عندها ايه، فبس انا يعني بمسك لها زي ما يقولوا كده العصايه من النص، بمعنى بفرد لها حاجتها كلها وفي نفس الوقت بفتح لها الكراتين دي كلها وبعينها لها. لازم تشوف بقى الحاجه بعينها قدامها. لا بعين الكراتين بتاعتهم. أيوة. بقول لهم يا جماعه شهر اتنين. تمام. طلعوا الكرتونه وعينوا الحاجه اللي انتوا حابين تعونوها. لما بيسلموك بيسلموكي بعدد الحاجه مثلا او بيكون حد معاكي؟ ايوه طبعا. لازم يعني في ناس ممكن تسيبك لوحدك تفرشي وبعد كده خلاص تخلصي، يا جماعه انا خلاص خلصت مثلا. لا لا لا، وفي ناس تقول لك لا موجوده معاكي في المكان. لا ما بيحصلش. إيه؟ ده ما بيحصلش ده ليه؟ لان هم لازم يبقوا موجودين معايا عشان التنظيف. تمام. فهماني؟ انا ليا شغل ايدي بس، انا ليا شغل الرص بس. طب مين بقى اللي هيشيل الكراتين اللي بعملها؟ كل حاجه في ايديهم. طبعا. مين طبعا يعني مثلا انا هشتغل دلوقتي في النيش، مين اللي هيلمع النيش ومين اللي هينظفه ومين اللي هيعمل كل ده؟ هم اللي مسؤولين عن ده. فبالتالي هم بيبقوا موجودين معايا من اول ما بدخل الشقه لغايه ما بخرج منها. طبعا. طيب معانا شويه فيديوهات كده نطلع نشوفهم تبع الباشمهندس محمد والاستاذه ياسمين، ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. Thank you.
رجعنا لحضراتكم تاني، بنواصل معاكم مع ضيوفنا النهارده اللي معانا، ونشوف الشيف وصلت لغايه فين. قولي لنا بقى يا شيف، وصلت لغايه فين؟ ايه الخطوات اللي عملتيها؟ خلصنا تتبيله الفراخ تكه الدجاج. أيوة. فخلصناها، وده الشكل بتاعها. أيوة. بعد ما اتبلت اهي تمام، ده بتاخد الشكل، وبعد كده بتدخل الفرن كده تستوي لغايه ما تستوي. تمام بالشكل ده. ايوه اهي تمام شكلها. واللي على النار ده، ده الرز المبهر. أيوة. بحمر له بصله وبحط له اللومي واللورا والقرنفل، التوابل بتاعته عامه، والقرنفل والحبهان. وطبعا كل كوبايه رز بسمتي عليها كوبايتين ميه. أيوة. بنفس المقدار اللي احنا عاملين كوبايتين رز، حطينا عليهم اربع كوبايات ميه. تمام. وهنسيبها لما تتشرب مع بعضها، وهندخل الصينيه يشرب ونسيبه على نار هاديه. طبعا وصفتنا مش حاطين لها لا زيت ولا اي دهون خالص، لان طبعا زي ما قلنا الاكلات الهنديه بتتميز بان هي ما بتبقاش دسمه، صحيه وخفيفه. ايوه هي بتتميز بان هي ما تبقاش دسمه، وفي نفس الوقت تبقى ايه بهاراتها كتيره، وفي الاخر النتيجه طبعا بتكون ايه افضل واحسن. فطبعا بعد ما عملنا صينيتنا كده هندخلها الفرن. واضح حتى الالوان. هندخلها الفرن بشكل عام. هندخلها الفرن ان شاء الله، وعلى ما وجبتنا تستوي في الفرن هبتدي في التشيز كيك بتاعنا. ماشي اتفضل. باشمهندس محمد، قول لنا حضرتك ايه اللي بيميز شغل حضرتك عن اي شغل تاني في مكان تاني؟ والله احنا الحمد لله عندنا يعني على طول في تجديد. تمام. بالنسبه للموديلات كل شقه الحمد لله فيها موديل جديد، ما بنكررش يعني. ممكن معظم المحلات تشتغل موسم كامل في 3 4 موديلات معينين، احنا كل موسم الحمد لله عندنا 30 40 موديل جديد، فدي حاجه مميزه. يعني على طول بتنزلوا على طول حاجة. في حاجات جديده وبتتناسب، والمميز عندنا كمان اللي هو الشغل اللي بيبقى مع الفرش. بيعمل لك نفس الديزاين بتاع الفرش مع الستاير. ايه المطلوب دلوقتي؟ يعني اللي الناس بتطلبه منك على طول؟ والله دلوقتي كله اتجه بقى للشغل المودرن اكتر من الشغل الكلاسيك. شغل المواسير الهادي، شغل الحاجات الهاديه، كله اتجه للشغل الهادي يعني. الهدوء دخل في كل حاجه. خلاص ما حدش عارف الشغل كله عايز شغل ويمات. الناس متعصبه لوحدها مش عايزه حاجات. والالوان بقى، الالوان برضو بتتماشى مع الاختيارات. بتكون الوان ايه مع الفرش يعني؟ احنا برضو بنشتغل على حسب الوان الفرش. تنسيق. بننسق الالوان مع الفرش، وكل الالوان شغاله دلوقتي ماشيه مع الكافيهات، مع النبيتي. طيب. في لو التورد. عندي شباك الوميتال، ايه الستاره اللي بختارها ليه عشان تحجب الضوء؟ في ناس تحب نعمل لطيفه التقيله وبس، هو المظبوط ليه البلاك اوت. بنعمل ستاره بلاك اوت ورا الستاره الخفيفه. على اساس ان هو يحجب الضوء خالص ويحافظ على القماش من الشمس برضه. طيب في الوان معينه؟ هو البلاك اوت نسبه 95% بيبقى اوف وايت، على اساس يدي ضي للستاره تبقى شكلها ظاهر يعني من قدام. طيب لو هنعمل بيت للستاير، تمام، الستاره هتكون مقاساته قد ايه؟ والله هو الانسب لبيت الستاره بيبقى 20 سنتي مثلا العمق بتاعه في ارتفاع، عشان يتناسب مع الشكل اللي عشان يتناسب مع الشكل الكامل. بيبقى 20 سنتي والعمق بتاعه حوالي 15 سنتي. تمام. بحيث ان هو نقدر نركب فيه القطيفه ونركب فيه الستاره الخفيفه، ولو هنعمل بلاك اوت يبقى فيه مساحه ليه يعني. تمام. نيجي للمفروشات. النهارده احنا سمعنا من فتره الناس كانت عايزه تلغي النيش، ناس كتير مع فكرة إلغاء النيش وناس متمسكة بيه. يعني ورد عليك الموضوع ده؟ ورد عليا ازاي؟ وايه رايك بقى؟ شوفي الناس بدات بقى تعمل ايه في في الكلام ده. بداوا يعني زي ما تقولي كده يوسطنوها، فاهماني؟ يعني الاول كان النيش الكلاسيك اللي هو العادي خالص كان بيبقى اربع دولاف. ماشي حاجه كده يعني مال والحيطه زي ما بيقول. تمام. الوقت لا، الوقت النيش عاد بيختلف عاد الضرفتين بس. ضرفتين يعني. فبالتالي دلوقتي قل شويه، قل طبعا، قل كتير، قل كتير. الناس بدات تخفف شويه. احنا كنا الاول بنحط في النيش ايه، بنحط صيني واركوبال واكروبايركس وجاتو. دايما بيقول لك الحاجات ملهاش لازمه، مش بنستخدمها. بصي النيش، عشان كده يعني الناس اللي عايزه تلغي النيش سواء في المدن او في القرى بيبقى عليه حظر تجوال، حظر استخدام.
تمام. بصي لو طالوا في ناس عمرها لو كله والله لازم طالوا يكهربوه والاولاد في البيت بقى انت لو طالوا يكهربوه تخيلي والله العظيم مرغوب لا عايزين اللي في النيش كله يطلعوه. لا وفي حاجه بقى يعني زياده على كده كمان انا بجيب حاجه النيش اهو وبرجع اجيب اضعافها للمطبخ نفسها يعني مثلا اركوبال للنيش لا وده اركوبال للمطبخ ده حاجه تانية. طب صينيه للنيش لا وصينيه بقى استخدام ايديها بقى نقول الحاجه كلها في المطبخ هي تقول لك لا حاجه النيش بقى انا عندي سنتر ادوات منزليه تمام وارد اقول لك تعالي شيل المحل كله بس حرام كتير يعني حاجات كتير. معينه ايوه مناسبة. خير الامور الوسط الغرض والشكل العام برضه أيوة. تبقى حاجه عروسه ايوه حاجه هاديه لازم ندخل الحاجه كتير. كل ما كانت بسيطه وهاديه كل ما بان اصلا شكلها سواء شكلها في الفرش سواء شكلها في الديكور اللي انت عايزه تعمليه هي نفس العروسه لما تيجي اصلا تستخدم حاجتها بتلاقي سلاسه في ان هي تشيل وترجعها تاني لكن تمام. انا بشيل حاجه فوق حاجه من حاجه بحس ان كل حاجه هتقع عليا ايوه انا فاكره النيش الاول كان كان حاجه كتير وبعدين دي برضو حاجه بتضغطك انت لما تيجي تشتغلي مثلا يعني مثلا انت عندك 7-8 اصناف المفروض ان انت تحطيهم في النيش بصي انت مجبره تحطيهم في النيش لازم تملي بقى فانا ممكن احمل طقم على رف يا جماعه كتير يقول لي بس حطي في ناس بتجيب 2 نيش و3 نيش لا ده على حسب المساحه بقى ده لو المكان واسع طب لو المكان واسع وياخد تمام مفيش فيها مشكله بياخد فرش كتير طبعا طبعا ولازم ترصي كل حاجه انا ملزمه ان انت جبت حاجه قليله ما خليكيش حاجه فاضيه جبت حاجه كتيره ما خليكيش حاجه شكلها وحش تمام لازم شغلي. كله يترص ويبقى شغلي. الشكل العام كويس تمام لازم اللي يدخل الشقه امال انا معلش هم بيجيبوني بيستعينوا بيا ليه بيستعينوا بيا ليه عشان مثلا لو عروسه جايبه حاجات قليله تبان قدام اللي بيتفرج عليها انها كتير ولو طبعا. عروسه جايبه حاجه كتير ان الناس تشوفها هي جايبه ايه في الحالتين في الحالتين لازم حاجه العروسه تبان للرؤيه العين كده لكل الناس الشكل العام بس. طيب الالوانات والحاجات الحلوه دي والشغل بتاعك كله الجميل ده مين بيساعدك فيه او ذوق مين معاكي واسال لحضرتك على حاجه اول حاجه يعني ايه كوني اصلا احب شغلي واتقنه وديله الاهتمام ده انا واخداها من والدي الله يرحمه الله عليه رحمه الله تمام طول عمره هو كان في التربيه والتعليم طول عمره كان المقام الاول عنده شغله فانا اخدتها منه مهتم بشغله جدا اما بقى اما بقى الديكورات واللمسات والحاجات دي فانا واخداها بصراحه من والدتي ربنا يحفظها والدتي حبيبتي. اصلا قبل ما تبقى قبل ما تبقى مديره مدرسه فوالدتي اصلا كانت مدرسه تربيه فنيه وكان الكل يشهد لها انها بصراحه الفن كله والالوان الجميله والذوق اصلا ذوق راقي وكانت شيف معتبر على فكره يا استاذه نهاد طبعا والدتي كانت شيف معتبر على الاستاذه وبالذات في الحلويات فانا ما رضيتش اخليها تيجي شفت بقى كانت هتقطع عليك النار طبعا والدتي هي المقام الاول طبعا في ان انا يعني ايه يبقى في لمسه في الشغل تمام ربنا يخليها لك يا رب طيب لو لما يجي حد يستعين بك ازاي الناس بتوصل لك بيوصلوا لي عن طريق الواتساب على الارقام اللي موجوده وبرده على الفيسبوك تمام يعني ممكن عن طريق حد يقول لهم يعني مثلا كذا 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 احنا بالنسبه للارياف عموما ماشي انا من بلد ريفي مش هقول لك ان انا من مدينه لا انا من بلد ريفي فالارياف طبيعتها بيبقوا قريبين قوي من بعض وفي اقبال في الريف على فرش عندك الحمد لله يعني لا. في مكانك أيوة ولا طبعا. عشان انت متواجده في المكان كده كده طبيعي يعني فبيستعينوا بيكي سهل بصي ممكن اقول لك ان الارياف دلوقتي بقت متحرره في تفكيرها وبقى عندهم واحد وبقى عندهم يعني ايه سقف كده ان انا عايزه ابقى احلى ابقى احلى بين ناس المدينه والريف فكله بيعرف كل حاجه دلوقتي فكله بيعرف كله يعني ما عادش بقى المقوله بتاعت الارياف بتاع زمان لا ده احنا لا دلوقتي لا. يعني انا في مخيلتي ان الارياف عندنا ما شاء الله عد المستوى بتاع التعامل والكلام ده في رقي جامد جدا طبعاً جدا طبعاً جدا طبعا طيب ايه اكتر حاجه بتاخد منك وقت في الفرش لما تيجي تفرشي بقى اكتر حاجه بتاخد مني وقت في الفرش ممكن اقول لك مثلا المفروشات شويه المفروشات شويه في الدولاب والانتيكات وكده لا يعني لا في الدولاب الدولاب ليه لان وارد انت تيجي تبصي مثلا بتتعاملي مع فئات مختلفه
في عروسه تلاقيها جايبه لك العدد المسموح بيه، العدد الحلو اللي هو مثلا 10 10 قمه سراير، مثلا 30 فوطه 25 فوطه، فالحاجه دي بتبقى خفيفه معاكي. وفي ايه العادات والتقاليد بتدخل هنا بقى ليها دور؟ طبعا، لان ممكن في عروسه تجيب لك مثلا عدد فوط 100 فوطه كتير كتير. ده انا بشوف الكلام ده، لا هم اقل من 100 لا، الاختلاف ممكن بقى يزيد لكن يقل لا. الاختلاف بقى هنا ما بين المدينه والقريه في ده في ده بالذات بيحب يجيب كتير القرى. القرى بيجيبوا كتير ليه؟ لان انا هيدخل لي ناس كتير جدا جدا يشوفوا حاجتي، قرايبي كلهم هيجوا لي يزوروني وانا عروسه، تمام. فطبيعي ان والدي ووالدتي بيبقوا عاملين حساب ده، فبيجيبوا لي حاجات كتير. وبعدين احنا عندنا معتقد يقول لك ايه، يلا البنت هتاخد ايه من والدها غير العزالية، فاهماني؟ لكن في المدينه في يعني بيجيبوا دلوقتي، الكل بيجيب لازم يعني حاجات معينه، واحد اتنين تلاته. ايوه يعني بتلاقي ده لازم موجود كذا وموجود كذا وموجود كذا. في المدينه بقى بيختلف ليه؟ في المدينه انا هستعمل ايه بجيبه، فبجيبه بس ممكن ازود عليه حاجه او اتنين، يعني مثلا انا هستخدم مثلا خمس ملايات انا ممكن اجيب سته. ده بالعكس ده بيجيبوا لي مرتين الحاجه مرتين ثلاثه. لا هو ما شاء الله، لا يعني بيبقى مثلا معتقدين كلنا كده دلوقتي. أيوة. مثلا لا المفروض الحاجات البسيطه المستخدمه الحاجات افضل، لكن لا اول ما بتدخلي بتلاقي برضو ما فيش فايده، دنيا تانية برضو. لا تقول لك لا انا بصراحه اشمعنى انا، ما انا لسه كذا. انا لسه ما قابلتش اللي يقول لي لا كفايه اتنين ثلاثه دول، ما قابلتهمش بصراحه. انا كل اللي قابلتهم كده ضعفين ثلاثه مش اتنين ثلاثه، ضعفين ثلاثه الحاجه فعلا. طيب ربنا يهنيهم. ايه اغرب موقف قابلك بقى وانت بتفرشي؟ بصي العروسه دي بالذات انا مش هنساها نهائي بامانه. ايوه اولا يعني ايه اللي شغلها من اول الصبح كده، ثانيا لموقفها معايا بعد ما خلصت لها الشقه بتاعتها دي. تمام. اكتر عروسه حقيقي لغايه دلوقتي مش هنساها. دي عروسه انا كنت بفرش لها في مدينه نصر، تمام. انا رحت ما لقيتش الخشب اتنصب، ما لقيتش التكييفات اتركبت، ما لقيتش الستائر اتركبت. يعني احنا كنا في الشقه المفروض الفرح بعد بكره. تمام. انا النهارده في الشقه اهو، بتاع الستائر موجود، بتاع الخشب بينصف في الخشب، العزال كان لسه جاي من دمياط اصلا، فاهماني؟ كل ده احنا كلنا موجودين في الشقه ولسه الحاجه ما جاتش، ولسه اصلا لسه ما فيش حاجه اتركبت اصلا انا ابدا اشتغل فيها. خلاص هما جايبينك انت العروسه على اساس يضمنوا بقى لما تيجي الحاجه على المهل، مش احنا مشكلة. كنا كلنا شغالين في الشقه. يعني الاوضه مثلا اللي النجار يخلصها تقفيل انا ادخل افرش فيها. طب وقعدت قد ايه بقى؟ الشقه دي سبحان الله كان روحها خفيفه بطريقه ما تتخيليهاش. انا بادئه فيها 12 الظهر، يعني شوفي انا واخداها بلاط، مش هقول لك واخداها كراتين، لا انا واخداها بلاط. بادئين فيها 12 الظهر، مخلصاها قولي مثلا الساعه 1 بالليل او 2 بالليل بس. تمام. والله العظيم يا استاذه صفاء فرحه العروسه طبعا. دي بقى اخر موقف بقى. فرحه العروسه بعد ما شقتها خلصت كده وشافتها بالدنيا عندي، ولحد الان لحقت بقى خلاص كل حاجه. لا ولحد الان انا مش منساش ابدا ضحكه عينيها كده وفرحتها لما شافت شقتها خلصت. ما هي لما شافت الحاجه حلوه ربنا يسعدها يا رب. طبعا. لا وبصراحه هم برضو يومها عملوا معانا مجهود جامد جدا. انا كان معايا يومها كتير من اهل العروسه بيشتغلوا، كلنا كنا شغالين بصراحه في الشقه ايدنا بايد بعض جدا جدا يعني. بس تخيلي انت تخيلي انت واخده شقه ما فيش فيها حاجه خالص، وفجاه لقيت الشقه يعني لو هي لبست الفستان تدخلها ببلالينها بحاجتها كله. روح التعاون برضو لما بتبقى في المكان جميلة. بيبقى فيه كده بركه فعلا. وتخلص ربنا الحاجه بسرعه. ربنا يهنيها. الاستاذ محمد، عاوزين نعرف ايه الاكسسوارات المستخدمه النهارده في الستاير وموجوده عند حضرتك منها ايه؟ هو الحمد لله كل الاكسسوارات موجوده، بدايه من الاكسسوارات الداخليه بتاعت الستاير، من مجرى، شريط، مشابك، شماعات، كل الاكسسوارات الداخليه. بتجيبها منين؟ عند حضرتك موجوده؟ موجوده عندي واشتريها يعني من شركات اللي هي في الازهر وفي الرواق. اخر اكسسوارات موجوده حاليا في لسه الاكسسوارات بقى الاكسسوارات الخارجيه كمان. الستاير والاكسسوارات بتاعت الستاير. الاكسسوارات الخارجيه بتاعت الستاير بتبقى الاويمات الذهبي والفرنشات، الفرنشات هاند ميد مثلا والاويمات. في ناس بتكون جايبه اكسسوارات وتجي لك بيها تقول لك مثلا حطها لي في طبعا الستائر. وارد اكيد طبعا. في ناس بتجيب معظم حاجتها من الخارج، الاكسسوارات والاوكر البيبان وما اعرفش الحاجات دي، مش بيحبوا يجيبوا الحاجات لا لا مش كتير ويخزنوها. في ناس بتحب كده لكن مش كتير، لانه على طول في تجديد في الاكسسوارات برضو للحاجات اللي موجوده من زمان، في حاجات احدث يعني.
تمام. فعلى طول في تجديد وفي الاكسسوارات موجود كل حاجه ان شاء الله. تمام. طيب قولي لنا استاذه ياسمين ايه الجديد بقى دلوقتي عندك؟ ناويه تعملي ايه مثلا؟ بالنسبه لشغلي الحمد لله انا كل فتره يعني مثلا ايه كل فتره ببدا ان انا استخدم خامات مختلفه. الجديد ان شاء الله ان انا هبدا على قناتي على اليوتيوب اعمل اللي هو زي مثلا حلقات تعليميه. ازاي تفرشي اصلا النيش، ازاي تفرشي الدولاب، ازاي تستفيدي اصلا، ازاي تعرفي تجيبي العروسه بتاخد ايه وما تجيبش ايه. الحاجات دي كلها باذن الله الفتره الجايه هنكون شغالين فيها ان شاء الله على اليوتيوب فرش منزل الزوجيه بلمسه ابداعيه ان شاء الله. نشوف الشيف وصلت لفين. الشيف نهاد وصلنا فين دلوقتي؟ عملنا خلاص كده الرز والروايح الجميله طلعت طبعا، ودبابيس الفراخ تمام كده في الفرن. يعني يعتبر جهزت خلاص، هنخلص دلوقتي الحلقه ونطلع ناكل يعني. تمام تمام. والصنف الثاني مع ايه؟ معانا بسكوت شاي ومعانا زبده. ده اخر حاجه ده كريم شانتيه كريم باستر. تمام. وبيبقى معانا زبده المقادير بتاعته. خلينا نتكلم عن رمضان عشان خاطر كده خلاص اخر بسكوت في الكبه. تمام. وبنحط عليه زبده. تمام. حاجات تتماسك مع واحنا بنحطها في القوالب بتاعتها اللي هي الايه القوالب اللي تشيز كيك كده. ماشي زي ما انت شايفه. وبنروح ايه تمام عاملينها. بنشكر حضرتك يا شيف وبنشكر حضراتكم، شرفتونا ونورتونا النهارده باشمهندس محمد والاستاذه ياسمين والشيف نهاد. من غرس بقلبه حب الخير للناس أظهرت له قلوب الناس بالمحبة والوفاء، اغرس الخير أينما ذهبت. إلى هنا أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بيت المصريين. بنحييكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.